دلوقتي نروح مع حضراتكم نصبح على زميلتنا في الاستوديو منا ونعرف منها اخبار الطقس والمرور والعملات واسعار الذهب النهارده. يا صباح الفل عليك يا منا. صباح الفل عليك يا بسان. صباح الفل عليك يا احمد. منا احنا عايزين نعرف الطقس، انا ما بقيناش فاهمين حاجه، يعني الصبح حر وبالليل ثلج فمش فاهمين بقى ده اللي بيحصل وقت المباراه، ان بقى قاعدين كده نبتدي المباراه بتحرر وفجاه تلاقيها تبرد في المباراه كده، الاجواء تهدى وبعدين ترجع تحرر تاني لما نلاقي هجمات مش مريحانه. هو الطقس عامل زي المباريات يعني، احنا عاوزين الساعة اللي بتطمن قلبنا لما بنفوز، بس دي ان شاء أهم الله حاجة يا رب. لا هي مش موجوده النهارده معانا في الطقس، لكن ان شاء الله تبقى موجوده معانا في المباراه ان شاء الله. النهارده نتوقع ان شاء الله ان المباراه تكون ظريفه جدا، الامور تبقى طيبه. احنا رايحين كنا يعني عشمانين في اهداف اكتر، لكن ان شاء الله برضو الامور طيبه واحنا رايحين بنفس هاديه، يعني لا مش لدرجه ثقه رهيبه بس يعني الامور طيبه ان شاء الله. واحنا لازم نبقى ورا منتخبنا، احنا عايزين نقول ان الولاد رجاله وبيلعبوا بشكل محترف. احنا المره دي يمكن على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت كان بيتقال احنا عايزين نرجع الجيل الذهبي تاني وعايزين نبقى بنفس قوه المنتخب وقت مثلا كابتن حسن شحاته، عايزين نقول ان وقتها يمكن كان اثنين محترفين او ثلاث محترفين، لكن احنا دلوقتي اثنين محترفين، يمكن وقتها كان زيدان وميدو هم المحترفين، لكن احنا دلوقتي عندنا خمس محترفين في المنتخب، كل شويه الاعداد بتاعتنا بتزيد وده بيفرق معانا جدا في الاحتكاك الدولي. فنقدر نقول ان شاء الله ان احنا هنتفرج على مباراه نتوقع انها تكون قويه جدا. فكره بقى ان احنا مستنيين فنيات وابهار والحاجات دي، ده مش وقت المباريات الكبيره ومش هو ده المدرسه البرتغاليه اللي اصلا قائمه على فكره يعني باللغه الدارجه كده اللي تغلب بيه العب بيه، فهم مش بيبقى هدفه قد ان هو يجيب سكور او نجيب اهداف، قد ما بيبقى الهدف ان احنا بس نتاهل ونوصل ونكسب المباراه.